تمضي غزة اليوم إلى مصيرها بجنازات الشهداء ولوعة الأمهات وهتافات المودعين، بعدما توشحت بالدم شهيداً وراء آخر. تعجل الرحيل صائمين، كل له في الحياة حكاية، ما بين عريس لم تكتمل مراسم فرحه وطفل كان ينتظر فجر العيد. راح أولادي أحمد عريس يما عرس بعد العيد يما عريس أحمد عرس بعد العيد يما رهف صايمي يما صايمي في صف الرابع صايمي يما رهف راحت يما صايمي يما شريت الهواء على العيد يا حبيبتي يما شريت الهواء على العيد يما اشتري لي يما بقيت أغراضي يما بتروحيش يما إلا بقيت أغراضي يا حبيبتي يما يا رب تشفي لي أولادي الباقيين يا رب. ديبود شنت نفرح زي مزي عرس عيد هذا نفرح فيهم. ايش دخل احمد شاب يا رب بعطينا يا رب ايش فيهم عافيهم يا رب. والله في تعبهم شغلهم اقسم بالله شغلهم صايمين تعبانين شقيانين. لا نستطيع حصر الجنازات ومشاهد الرحيل، لا زال الاحتلال الاسرائيلي متعطشا لمزيد من الدماء. لم تتوقف غاراته منذ بدء الموجة التصعيدية باحثا عن اجساد غضة من الاطفال وامنين في المناطق المأهولة بالسكان. بقيت غسل كلى، غسلت كلى ومروحة، لقيت لقيته قاعد هنا، بقول له يا حبيبي انت ابوي، قال انا حليت يما هيني قاعد عندك. بقول له طيب، لو بقول اخوي الله معايا يا محمد يا جلال، قال له طلع هو جلال، قال له انت خليك هنا وانا بدي اروح لحالي مع راح يصح يعني يجيب النقل تاعته. الا هو صاحب حاله راح في الساعه، بقول له محمد استشهد. الحمد لله اخواتي فدا القدس وفدا الاقصى، الحمد لله اخواتي عصافير الجنه وراحوا، الحمد لله ظلوا اثنين وراحوا اثنين، الحمد لله ربنا يشفي الجميع اللي ضايلين يا رب. تعالت التهديدات الاسرائيليه التي وسعت نطاق اعتداءاتها ودخلت لمرحله الاستهداف المباشر في صوره همجيه تنقلها الصور وارقام الشهداء والجرحى، لتكتمل الصورة التي بدأت بعنجهية الاحتلال في المسجد الأقصى وأكنافه. أخذوه على قتل هو قاعد في داره، أذنبه طفل عمره سنة ونص أذنبه. ملوش علاقة، الأطفال إحنا أولادنا ملوش علاقة، بيشتغلوا بيتعبوا، ولا أكل ولا شرب ولا شغل ولا حاجة، أذنبهم. هذا العدو الجبان الذي لا يستهدف إلا الحجر والشجر والأطفال، نقول له إننا هنا صامدون. فهذه الدماء التي سالت من أجل فلسطين، من أجل القدس، من أجل الشيخ جراح، من أجل فلسطين كلها. مساء حزين ممزوج بلوعة الأمهات وسوار الدمار وصراخ الأطفال، ثمن يبدو متواضعا أمام ما يتعرض له المسجد الأقصى والقدس من عمليات تطهير عرقي واعتداءات متواصلة. من غزة، إسلام الزعنون، تلفزيون فلسطين.